بتعمل خير في رمضان، وشايفة الناس كلها يعني روحها حلوة وبيتعاملوا مع بعض بطريقة كويسة. رمضان السنة دي إن شاء الله هيكون أحلى، بيجيلنا فولنتيرز كتير ونطلع في اليوم 2500 وجبة. احنا بنيجي من الساعة 10 الصبح نبدأ نشتغل في الباكينج ونبدأ نعمل وجبات رز وفراخ وبطاطس زي ما انت شايف، بعد كده بنطلع على الساعة 3-4 كده بنروح نوزعهم في المنطقة اللي احنا طبعا وزعنا عليها كاردز قبل كده. بنحضر الأكل، بعد كده بيطلع نوديه ديستريبيوشن، بعد كده والأذان بيدان فطار تو جو، وفي بقى اللي هو السحور بالليل. موضوع ان احنا نروح نوزع ده انا اول مره اروح السنه اللي فاتت، بس الموضوع كان جميل جدا جدا. كل سنه بيبقى فيه جديد، التنظيم بيختلف، بنشتغل دايما على الحاجات اللي بنطلع منها من السنه اللي فاتت بنطورها وبنشتغل عليها. السنه دي زينا زي كل سنه كان عندنا تشالنجز كتير قوي وقدرنا ان احنا نتغلب عليها الحمد لله. دي تيم ورك كده، وان كله بيساعد بعضه، ما حدش منفرد بالشغل لوحده. احسن اكسبيرينس ممكن تعدي على اي حد في الدنيا، هتغير البيرسوناليتي من اي تو زد.